الأغنية دي الحقيقة الأقصر بلدنا بلد سواح حاجة يعني من ساعة ما اتعملت وهي يعني بنحس إنها بتعبر عننا وعن السياحة في مصر والسياحة في الأقصر وجمال مدينة الأقصر. يمكن الناس عمرها ما شافت الأقصر مرتبطة المدينة كلها بهذه الأغنية اللي فعلا بتعرض ليها بشكل عظيم، وبعدين حتى نمط الكلام ونمط الأداء ونمط الرقصة ونمط اللحن كمان حاجة تعيش وتكون خالدة ولا تنتهي بمرور الزمن. يعني اليوم حينما نقدم مدينة الأقصر نقدم هذه الأغنية، ويمكن ضيفتي كانت حالا بتسألني، وهي يعني مش بتسألني عشان أجاوبها لكن بتسألني استنكارا الحقيقة إذا كان يعني هذا هو اللفظ المظبوط، فين دلوقتي فرقة أغنية زي دي؟ ضيفتي هي الدكتورة إيناس الشافعي، باحثة الدكتوراه في الآثار المصرية. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. الأقصر بلدنا بلد سواح زي ما الأغنية بتقول، وهي بلد المصريين حتى سائحين المصريين. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي كان بيتفقد أعمال التطوير ويعني الترميم في طريق الكباش في بعض يعني في مرحلة منه، والحقيقة يعني تلت آثار العالم وأعظم آثار العالم موجودة في هذه البقعة، هذه المنطقة، البر الغربي وادي الملوك والملكات والبر الشرقي أيضا لدينا في المعابد. تعرفين أكثر أو تقربين الأول لمدينة الأقصر يا دكتور؟ يعني طبعا هي مدينة الأقصر هي تعتبر العاصمة الثانية لمصر وليست الأولى، اللي هي طيبة، اللي هي طيبة القديمة. وهي طيبة جاية من اللفظ الفرعوني طائبت، يعني الأفق العالي أو التلة العالية، لأن هي المنطقة طبعا كانت في صعيد مصر، والصعيد معناها الأرض اللي هي جاية من العالي إلى الأسفل اللي هي مصر السفلى الدلتا. طيب العاصمة الأولى طبعا زي ما احنا كلنا عارفين هي منفس أو منف، اللي هي المنطقة اللي موجودة في سقارة. أما طيبة بدأت تحتل قوتها بعد لما حدث هجوم الحقاخاسوت اللي هم المسميين بالهكسوس في الدلتا، فبدأت الإنشاء لهذه العاصمة كعاصمة الصعيد البديلة في حالة حدوث أي دخول في المنطقة الشمالية، لأن هم طبعا الهكسوس ما قدروش ينزلوا حتى لحد المانيا، يعني ما قدروش يعدوها، لأن كان دايما بيقول لك خط الصعيد ده هو الخط المنيع ضد أي محتل. فطبعا دي حضارة. معلش، مش هو توت عنخ آمون كان في الصعيد؟ طبعا في طيبة. وعندنا يعني أعلم أن معظم المقابر بحالتها، لكن أيضا هناك مقابر نهبت حتى في يعني في طيبة. يعني بالضبط طيبة تحتوي أثرها على الدولة الحديثة. أما الجزء اللي فوق اللي هو الدلتا تحتوي على آثار الدولة القديمة اللي هي الأهرامات، أغلب الأهرامات مش هتلاقي أهرامات في الدولة الحديثة، عصر الأسر اللي هو عصر اللي بدأ مع أحمس في الأسرة ال17 وحررونا من كارثة الهكسوس أو الحقاخاسوت. بدأت طيبة تتخذ هذا المكانة العالية في التاريخ المصري، واتسمت بالإبت إسوت. إبت إسوت يعني أفق الأبدية، اللي هي المنطقة الدينية التي كان يهتم بها المصريين أثناء رحلات الحج لأبيدوس. مش عايز أسميها حج، أو هي كانت عمرة أشبه بطقوس العمرة عندنا، لأن هم كانوا بيزوروا قبر أوزير اللي هو شفيع المصريين في العالم الآخر، فكانوا بيروحوا سنويا في رحلة بتاخد حوالي 14 يوم رايح وجاي. طيب أنا هستوقف حضرتك يعني في مداخلة بسيطة كده، فكرة الشفاعة وفكرة العبادة والوحدانية كلها أفكار زي الرسالات السماوية، ما يطلق عليها بالديانات الإبراهيمية في المنطقة. وده يمكن كنا بنتكلم حضرتك عاملة الماجستير في أنه لم تكن الديانة المصرية ديانة عباد الأوثان. هاي أريد أن أوضح هذه النقطة وألقي عليها. لا يوجد حضارة تقوم على الكفر والوثنية، الحضارة تقوم على الإيمان والعلم. بعد كده كأي مجتمع بشري بيحصل له انحراف للعقيدة، وده واضح يعني في كل المجتمعات البشرية لأنهم بشر. تاريخ كل. لكن البدايات يجب أن تكون على إيمان بعلوم اختصرها الله سبحانه وتعالى لمصر، خصوصا الفلك. كان أشهر علماء الفلك اللي هو عمل التقويم المصري القديم وقسم السنة وعمل الفصول وكل الحاجات دي
هو الحضارة المصرية منذ بداية عهودها الأولى في الأسرات الأولى والثانية، يعني قبل ما يبقى حتى في حاجة اسمها دولة قديمة، لأن الدولة القديمة عندنا بتبدأ من الأسرة الثالثة حتى السادسة. اللي عمل الحاجات دي كلها والكهنة اللي هم بيسموا كهنة هم عبارة عن زي ما بيقول وزراء، وزراء في الدولة في الوقت ده، ولكن يجب أن يكونوا على درجة دينية معينة في علوم الفلك. هم ليه وصلوا لعلوم الفلك؟ علشان يحددوا شعائر معينة وأعياد معينة. يعني الهدف الأساسي لمعرفتهم الفلك ليس الزراعة فقط وليس عملية الحياة على وجه الأرض، ولكن إقامة الشعائر والطقوس والأعياد لخالق هذا الكون اللي هم لقوا نفسهم بيترقبوه في كل وقت. فلا يوجد حضارة في الدنيا، هتجيب لي حضرتك أي حضارة في العالم كله، يجب أن يكون بدايتها البذرة الأولى هي الإيمان، وبعد كده العلم بيساعد في هذا الإيمان. جميل، هذه نقطة يعني يمكن معرض الحديث مش عنها، لكن حبيت أن نلقي ضوءا عليها، أنه كان هناك إيمان وهدي وربما ديانات سماوية في هذا التوقيت، لكن يعني زي رسل ديانات الفطرة، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص يعني بالنص القرآني. طيب امبارح رئيس الوزراء كان في زيارة إلى مدينة الأقصر من أجل التطوير. الأقصر حلوة، وحلوة بقالها من ساعة ما اتعمل الفيلم، يمكن في ستينات القرن الماضي، لكن أعتقد أنها بتزداد وتزدان جمالا أكثر بأعمال التطوير التي تتم فيها. نريد أيضا أن نلقي ضوءا على هذه النقطة. شوف حضرتك، هو الأقصر وأسوان لن ينتزعوا من فؤاد البشرية نهائي، يعني سواء قديما أو حديثا، لكن احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ بنواكب التطور التكنولوجي والعلمي اللي بقوا فيه الاجيال. اجيال الستينات والسبعينات كانوا بيحلموا ان هم يطلعوا الاقصر ويركبوا الحنطور ويلفوا ويشوفوا المعابد، وكانوا كمان ما بيجوش غير في اوقات معينه اللي هي الشتاء، وكانوا بيخافوا من الصيف. دلوقتي الشباب بيجي يقول لك انا عايز اركب المنطاد، الف اشوف كل البانوراما الخاصه بالمعابد. لو كان في كمان حاجه زي التلفريك مثلا بتودي من البر الغربي للبر الشرقي، هيحبوا حاجه زي كده. ليه؟ لان اصبح المجال دلوقتي مفتوح اكتر للحاجات التكنولوجي، واللي هيجي لك السائح مش السائح بقى اللي هو يعني خلاص بقى السن بتاعنا اللي عجز شويه، لا، هيبقوا جايين الشباب اللي عايزين يجوا بيستغلوا كل حاجه، لان هو مش عايز حاجه ثقافيه بس. دلوقتي حضرتك لو هو عايز معلومه ثقافيه ممكن يخش على موقع معين بس يكون طبعا موثوق فيه، او يمسك كتاب ويقراه، لكن هو عايز يستمتع بالطبيعه. يعني الموضوع موضوع بيئه اكتر بجانب السياحه كصناعه. هتعمل فيها ايه السياحه كصناعه عشان تجتذب دول؟ عند حضرتك في مصر او في الاقصر واسوان بالذات دونا عن مصر كلها 14 ظاهره تعامد شمس فلكي خاصه بكل معبد. من اول يعني كنا زمان عارفين طبعا حضرتك الجيل ممكن بتاعنا اللي هو ابو سمبل بس، التعامدين اللي موجودين في السنه. دلوقتي اصبح في عندك في حتشبسوت في تعامد، عندك في الكرنك في تعامد، عندك في معابد رامسيس في ليه؟ لان ليه التعامد؟ لا يمكن ان يبني الملك معبدا الا ان يتوافق في يوم بنائه عيد الجلوس وعيد ان الشمس تشرق عليه كانها بتحييه. يعني النصوص كلها كانت دايما تقول التحيه ادوا ان راع ان بت، التحيه الى راع الذي يوجد في السماء، حتى ان حطب امتي، يعني حتى تغرب. يعني كانوا بيقعدوا في الاحتفال ده من شروق الشمس حتى الغروب، تحيه للشمس بس. اذا عند حضرتك في سياحه فلكيه، 14 حدث فلكي في الاقصر واسوان في معابدها يقام لها اسبوع. ايه اشكال السياحه؟ يعني انت ذكرتي موضوع تلفريك، واعتقد انه يعني لا يغيب عن الدوله مشروع زي ده، لانه الحقيقه فكره رائعه. ما يتم من اعمال تطوير، هو احنا ايه المنتظر كمان احنا نشوفه؟ يعني رئيس الوزراء كان بيتفقد اعمال تطوير في جزء من طريق الكباش. طريق الكباش هو الطريق الأشهر في العالم الحقيقة، يعني لما نشوف كمان الصور حاجات رائعة، يعني اللي احنا بنتابعه يعني ما شاء الله، يعني التاريخ يقف شاهدا أمامنا. إيه اللي بيتعمل تاني؟ إيه الجديد بقى؟ بعد طريق الكباش ما بيتعمل مفروض أن في احتفال يقام في هذا الطريق اللي هو معروف من الناحية الأثرية الأوابط، اللي هو مفروض زيارة الشمس اللي هو ممثلة في رع من الكرنك إلى معبد الأقصر.
لماذا لا يقام مهرجان خاص اسمه مهرجان الأوابط؟ يعني حضرتك طبعا عارف في البرازيل في مهرجان بيسمى مهرجان الصلصة، بيتم الإعداد ليه قبلها بشهور. لما يقام مهرجان زي الأوابط وتتم استدعاء الفرق الشعبية للاحتفال بهذا المهرجان لمدة أسبوع، ما بقاش يوم، هي دي المشكلة. احنا مش عايزين حتة الحدث اليومي فقط، احنا عايزين حدث نوسع فيه الليالي السياحية. زي ما بقول حضرتك، ظاهرة الشمس ما جيش ان انا اقف علشان اشوف التعامد بس الساعة وامشي، لا ده انا عايزة اعدلها واعمل مراصد والناس تيجي وتبدأ وتعمل البروباجاندا بتاعتها. لا بس الشهادة لله حضرتك، يعني انا رحت في تعامد الشمس في ابو سمبل. ابو سمبل الناس بتجيله من باسابيع. طبعا احنا عايزين ده بقى في البلد. ما هو ده اللي بقول. يعني البلد بتبقى كلها احتفالات بالظبط، وفي بيوت منازل نوبيه تمام. وفي يعني حاجه يعني حدث سياحي تم استثماره من الاهالي هناك بشكل مش عادي. ليه؟ لانه تعرف من الستينات اتروج له كويس سياحيا بره في المكاتب الثقافيه في السفارات بتاعتنا. كويس قوي من الستينات. طيب احنا دلوقتي لو انا اجي دلوقتي اقول لهم لا يا جماعه ده انا ما عنديش تعامد شمس واحد، انا عندي 14، تعالوا في كل مره نعمل الموضوع ده وتبدا الترويج له من قبلها في المكاتب السياحيه. يكون في شخصيه لكل تعامد منهم مختلف عن الثاني. حتشبسوت عندك هتيجي تتكلم من هي حتشبسوت. هتيجي بعد كده في الكرنك، الكرنك ده كان عباره عن صروح، كان لا يوجد ملك من ملوك مصر او الفراعنه يعتلي العرش الا وعمل صرح خاص به تخليدا لذكرى وجوده في هذا المكان. ففي مولد ابو الحجاج، في طائفه دينيه وطوائف دينيه متصوفه بيحبوا قوي الدخول في هذه الموالد. ليه ما نعملش مهرجان مثلا مولد سيدي ابو الحجاج؟ وهتلاقي مثلا الطوائف دي بتجيلك وبتعمل حجز. انا قصدي شرائح اللي انت عايزها تجيلك مصر ما تكونش فقط السائح الاجنبي او الاوروبي. افتح على امريكا اللاتينيه، امريكا اللاتينيه بيحبوا جدا مهرجانات الايه، مهرجانات اللي هي الرقص والغنى والمزمار. مين عندنا هنا؟ احنا عندنا الفلكلور كله. حضرتك شفت زي ما بقول لك فرقه رضا، لماذا لا يكون اكثر من فرقه رضا فرق خاصه تقوم وزاره الثقافه بطرحها وبوجودها بمهرجانات ملتزمه مع هذه الايفنتات اللي هي الدينيه او الاثريه. ليه؟ لان اصبحت الثقافه اللي هي السياحه الثقافيه، عشان نكون بردك صراحه، مش هتجتذب حاليا يعني اهواء الشباب او الجيل اللي موجود. ليه؟ لان كل حاجه المعلومه هتبقى متوفره قدام. لازم تجتذبوا بعنصر تاني يشده، ليالي سياحيه، مهرجان، مسابقات. اعمل مسابقات للنحت وهات الفنانين النحاتين واعمل لهم ورش، مش هقول ورش ثابته، في نفس طريق الكباش. مجرد حتى حاجات كده ماكتات ويقعدوا ويبداوا يعلموا الناس، يقول لك دوره مثلا في النحت والنقش مثلا بالمصري القديم، دوره في كيفيه عمل صناعه البردي، اعلمك ازاي تصنع البردي ونجيب البردي قدامهم زي ما كان في مدرسه فرعونية. في المتحف المصري انا رحت برضو تمام. يعني شفتهم حاجه كانت رائعه جدا، التعليم على البردي والنحت والصغار بالظبط. والرسم بالكتابه الهيروغليفيه، ونعلم نعمل ورش تعليم كتابه هيروغليفيه. هناك في اسبانيا في ناس بيقعدوا بيعملوا دورات اللي في معاهد خاصه بس في رقصه الفلامينجو او رقصه الحاجات اللي هي اللي عندهم التراثيه. لماذا لا نستغل كل ما لدينا عجيب وغريب تراديشنال، حاجه احنا متميزين بيها، ونوجدها عند طريق الكباش وما بين منطقه الكرنك والاقصر، وكمان في مناطق تانية جميله جدا زي مدينه هابو، مدينه العمال، واحكي عن اول ثورات للعمال لما كانوا عايزين مثلا الاجره بتاعتهم من الفرعون، وازاي تعامل الفرعون. هذه قصص يمكن ان تروج سياحيا وفي نفس الوقت تروج معاها صناعه جنبها. طيب صناعه الحرف، عشان برضو نقرب الاقصر اللي كنا شارعنا فيه. الاقصر في متقسمه في بس نبص نظره عامه من فوق. هي الاقصر متقسمه لايه؟ طريق المعابد جوه. أيوة. البر الشرقي المعابد في البر الشرقي، وفي ايه في البر الغربي؟ والبر الغربي يحتوي على معابد ومقابر. هتقولي معابد ليه؟ معابد الشرق دايما هي للاحياء، يعني انت حضرتك الجامع بتروح بتصلي، والكنائس دي لازم تكون عندهم في البر الشرقي. ليه؟ علشان تكون الشمس موجوده فيه. اما البر الغربي فهي المنطقه المعده للطقوس الجنائزيه في العالم الاخر.
وكانوا كمان الفراعنه بيفضلوا الدفن في الغرب لانه بيقولوا يعني تصوراتهم الشمس تغرب في او تأفل في الغرب، وحياه الانسان على الارض تأفل او تنتهي مثل الشمس في الغرب اللي هو عالم الايمانتت الغربي. فكانوا بيفضلوا ان هم يدفنوا في الغرب. نادرا قوي ما لقينا مقابر الا في بني حسن اللي هي موجوده في البر الشرقي، ودي كانت في فتره من الفترات كان في مذهب معين مختلف عن المذهب اللي كان سائد في مصر القديمه في الوقت ده. فطبعا حضرتك بنشوف ان حتى ورش العمال اللي كانت بتشتغل في المعابد كانت موجوده عند البر الغربي. زائد مثلا دلوقتي كان في منطقه حديثه اللي هي امنحوتب الثالث، هي منطقه العمال الخاصه بامنحوتب الثالث جنب معبد الاقصر اللي هي تم اكتشافها من دكتور زاهي كان من حوالي شهرين او ثلاث شهور. منطقه حديثه بتبين لك صناعه الفخار وصناعه الطوب ازاي اللي هم كانوا بيبنوا فيه الهياكل وقدس الاقداس. الحاجات دي كلها محتاجه هايلايتد، انك حضرتك تجيب ورش بتحاكي تماثل مكانه هيعملها هؤلاء العمال بنفس لبسهم بنفس اسلوبهم. فاللي بيجي ما بياخدش مجرد سمع او حاجه في الودن فقط، لا بيشوف رؤيه، رؤيه الستايل بتاع اللبس بتاعنا الكتاني. طب الكتان كان بيتصنع ازاي؟ تعالوا اوريكم الكتان كان بيتصنع ازاي، ونجيب النول الكتاني ونشتغل قدامهم ونعلمهم لو حد عايز. وكل دي اكيد طبعا بفلوس، يعني دي مدرسه وهتدي لك شهاده وهتدي لك تخصص في الحكايه دي. اعتقد ان الاليات الجديده والتكنولوجيا الحديثه بتفرض نفسها بشكل او باخر على تغيير التفكير النمط التقليدي. انا من 25 سنه ما كنت بشتغل في الارشاد السياحي، كان الوضع الناس بس مجرد هو الاقصر حتى فيها هواء فيها ميه فيها دورات مياه، ما فيهاش مش مشكله احنا جايين ليه، لان ما كانش فيه وسائل اتصالات ولا نت ولا اي حاجه. هو ما شافش غير صوره في الكتاب، عايز يشوف الحاجه على الطبيعه. دلوقتي حضرتك اليوتيوب وهو قاعد مكيف على الكنبه بتاعته في بيته ممكن يخش اصلا المقبره تشرح له، صح؟ اذا اكتسبه ازاي ده؟ اديله الشعور ازاي؟ اديله حاجات ما كانتش موجوده خالص. الزيارات الافتراضيه اللي هي بدات بالفعل بالمناسبه العالم الافتراضي غزانا وغاز السياحه، مش على مصر على فكره، في العالم كله. انا اغزوه ازاي؟ باني اعود الى الطبيعه اكثر فاكثر، وأنوع في مصادر الطبيعة أني أنا أعرضها إزاي، أعيشه كأنه عايش من 10,000 سنة مع الفراعنة باللبس بتاعه بالشكل بتاعه بالصناعات بتاعته بالأكل. أقدم له الأكل بتاعي في الفنادق بتاعتي، الأكل بتاعي المنيو بتاعي الملوخية والبامية والبصارة والحاجات دي، ما أجيبوش أكل. هو كان صحيح الأكل الفرعوني كان إيه؟ البصارة. البصارة 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 والطعمية والطعمية فرعونية؟ طبعا طبعا ده جرار لقيناها جوه المقابر، كان فيها قرص طعميه بيعملوه. قرص طعميه الفول المدشوش ما البصاره نفس الحكايه. واللي هو الكشري اللي هو حتى الى الان اليهود يقول لك الكشير ده من طقس من الحاجات المهمه جدا. فرعوني؟ طبعا طبعا. بس احنا عندنا العدس، اهبطوا مصر فان لكم ما سالتم. العدس حضرتك ده اهم حاجه. وكان بيتعمل بنوع من انواع الشعير، احنا ما كناش بنعرف الرز قوي، الرز يعني مش كفائها. بالظبط. فكان بيتعمل حاجه وصف كده شبه الكشري، بس اتطورت بعد كده وحطينا لها بقى الرز والحاجات اللي هي يعني. لا اصل في البعض يقول انه هذه الاكلات مصدره لنا من الشرق او ربما من نحن الغرب. من علمنا العالم كل شيء، احنا اول حضاره، فلكيا اول حضاره، دينيا اول حضاره، في الاكل احنا اول حضاره، احنا عرفنا الكيك، كلمه كيك جايه من الحضاره المصريه، كلمه مصريه قديمه. وكان عند حضرتك 50 نوع من انواع الكيك، ايه الكيك اللي بالعسل الابيض والكيك اللي بالعسل الاسود، ومفيش سكر، ما كانش بيستعملوا، ما عندناش سكر. كان الكيك بمذاق التمر، كان يحطوا التمر جوه الكيك اللي هي دلوقتي بنسموها الشوريك او الحاجه اللي هي بناكلها دلوقتي بالتمر بالعجوه بالظبط. احنا علمنا الناس كل شيء، لا يوجد ما لم يتعلمه العالم من المصري القديم. الحقيقه انه يعني هناك محبين يصلون الى درجه الهوس بالحياه المصريه القديمه، الايجيبتومانيا كمان. يعني ليس العلم فقط لكن هو الاهواء. كل الاهتمام بالمصريات طبعا. وبالتالي يعني هناك اسرار كثيره لم تكشف. انا بشوف ان لعنه الفراعنه بالمناسبه رغم اني عارف انها ليست علميه لكنها بالعكس حاجة لطيفة أنها تفضل موجودة، هي مفهوم لطيف يدعو بعض الناس أنهم يعني يخافوا يكتشفوا يعني يحاولوا يقروا عنها ونعمل أفلام، ويعني عالم يعني من الغموض. لكن
واضح انه كان في علم مهم ولم نكشف اسراره بعد، مدى الحدود العلميه اللي كانت موجوده عند المصري القديم. حضرتك دلوقتي نبهتني لحاجه مهمه جدا، بتقولي السينما ونظره العالم للعلم المصري القديم على انه لعنه او سحر اسود او حاجه. للاسف يجب ان تعود السينما بقوه، ها، مع وجود مؤرخين اكاديميين لضبط المعلومه المصدره في الميديا. ليه؟ لان حضرتك زي ما قلت كده، في بعض الاعمال اتعملت بتقول ان احنا بنقدم قرابين بشريه، حضاره مصريه تقدم قرابين بشريه، هذا يعني هراء، ما حصلش. عروس النيل دي ما كانتش بجد نهائي، ده كان الناس دي بتجيب عروسه زي عراس اللعبه اللي بتتعمل كده وبيرموها كده علشان الولاد الصغيرين بينبسطوا، يعني حاجه طقس كده، يعني تفريح. احنا مرتبط عندنا بالفنانه لبنى عبد العزيز ان هي دي عروسه النيل اهو. ده لو كان موجود حد مدقق في التاريخ كان هيقول لك هذا خرافه بلوتارخ عن الحضاره المصريه. الكلام ده ما لقيناهوش. حاجه زي حضرتك بتقول لي علم، طبعا لعنه الفراعنه مش لعنه، لان لو هي كانت لعنه كانت نفعتهم، ده اتسرقت مقابرهم، نهبت في ايام. ما هي كانت معموله عشان كده، يعني ما هي بيخوفوك ان يتحط ماده مشعه او جراثيم بشكل معين تقضي على من يهاجم المقبره ويموت بعدها. دي كانت لغز برضه في الجراثيم دي اللي اتحطت ما ظهرتش مفعولها غير بعد الاف السنين. لكن مثلا خبيئه الكرنك ودير البحري لما دخلوا عليها القدام من المصريين القدام اللي هم العمال في ثوره العمال، ما حصل لهمش حاجه. ده دخل الراجل وسرق الذهب من ايد الفرعون وقال له لا اعتذر اليك ايها الاله الطيب، لا اجد ما اقتت به انا واولادي، يعني بيعتذر له، انا بسرقك بس بعتذر لك. يعني الشيء وما حصلوش حاجه وراح اكل الاولاد. اخلاق يعني كان اخلاق وبيعتذر له، الاله الطيب يعني او الرب الطيب يعني مش عايزين نقلها قوي. طيب يبقى لكن لما حصل الكلام ده بقى دلوقتي مثلا مع كارنافون والبحوث اللي حصلت جالهم ده ليه؟ لان هي مقفوله، محطوط فيه القار، محطوط فيه انواع من النباتات لما تتحلل مع مده معينه انت بتخش الجهاز التنفسي بتاعك. اذا كان هو كورونا عامل فينا ايه؟ هم كان عندهم علم اقوى من فيروسات كورونا. لا، وقرات ان كان في نظائر مشعه كانت موجوده من احجار. احجار كان يوضع الاميلتس اللي هي العقود اللي عقدوا الحاجات دي من احجار معينه تستخرج من الواحات، وده موضوع كبير يعني شرحه في رسائل ماجستير معموله ودكتوراه عنه. انما يعني حتى بناء الاهرام وفي بقى ما يعني الحقيقه عندنا افق مفتوح ان احنا نتكلم عنه في مختلف الفنون، يعني فكره انهم توصلوا الى كيفيه ابطال الجاذبيه وان احنا نقدر نرفع الاحجار الكبيره بشكل، او انهم كان عندهم هندسه معقده للغايه، او الفلك ازاي، يعني وارد انه في حاجات لم تكتشف علميا لغايه النهارده. كل يوم في عالم الاثار وعالم الاكتشافات بنكتشف حاجه جديده، وكل يوم في نظريه بتمسح النظريه اللي فاتت، لان ايه، في شيء جميل جدا دلوقتي بيحصل. المصريين امتلكوا زمام البحث العلمي بانفسهم، زي ما بقول اجدادك مش هيطلعوا السر غير ليك انت عشان انت جيناتك منهم. الاجنبي على عين وعلى راس، لكن لا يملك لسان هؤلاء الاجداد، نحن الان نتكلم بالهيروغليفي في كثير من كلماتنا. لا يملك التفكير، اسلوب تفكيرك انت زي تفكير جدودك، ده جين اصلا، يعني دي حاجه بتاعت ربنا. هتعرف ازاي تتوصل للاسرار وازاي كان بيفكر وازاي كان بيخبي حاجته انت مش هم. حتى لما هم كانوا في سرقات المقابر او البعثات اللي كانت احيانا تكون جائره كانوا بيستخدموا المصريين، اوعى تفتكر ان هو هيعرف حاجه. بس هقول لحضرتك حاجه، الحقيقه ان معظم ما لدينا من علم خلال يعني ال 100 سنه اللي فات او اكثر كانت من بعثات يعني ليست مصريه، من بعثات اجنبيه. من استفاد ليه؟ يعني طبعا هم واقع. لكن هو السؤال ليه دايما كان الاجانب هم اللي لديهم القدره على انهم يعرفوا تاريخنا ويحدثون عنه ولم يكن لدينا نحن؟ ولغاية قريب ولغاية النهاردة في بعثات مشتركة، يعني حتى لما تحبي تعملي بعثة استكشافية مش انت بس، ده أهم علماء المصريات أجانب. حضرتك احنا مصر لم تعد بيد المصريين إلا بعد ثورة 52. أنا أسفة يعني، وده حقيقة تاريخية. اي حد يقول بعد كده كنا في حالات من الاستعمار او يعني مساله سياسيه، مساله سياسيه ولا احنا مش مساله كفاية. سياسيه لا مش أطلع. المصريين كانوا مستغلين بشكل او باخر في حاجات كتيره قوي،
يعني برغم عصر محمد علي اللي حضرتك بتقول رائع وعمل نهضة، النهضة طبعا لكن كان المصري كان يعتبر درجة ثالثة في بلده، ما مش هنقدر ننكر حاجة زي كده. يعني المقصد حينما أخذت زمام المقصد الأمور. النهاردة عندنا يعني مع كليات الأثار ومع الاهتمام بقى أصبح لدينا كوادر أكيد مهمة بشكل مختلف. أكيد هل نحن نستطيع أن نكشف بقى بنفسنا إيه اللي كان حاصل؟ كل يوم الأثريين المصريين خصوصا حط عليها هايلايت تحت 500,000 خط، والبعثات الأثرية المصرية حتى لو فيها أجانب هي من تستطيع أن بتوجد لنا كل يوم حاجة جديدة بتوضح لنا حاجات إحنا ما كناش نعرفها. الأجنبي عرف المعلومات وأخذ البرديات واستفاد كويس قوي، قامت نهضة أوروبا على كل الحاجات بتاعت أجدادك. ما اوعى تفتكر ان البرديات دي هم ما كانوش هيعرفوا، لا احنا اللي ما كناش عارفين اللغه دي ولا عارفين نفكها. احنا يا دوبك زي ما حضرتك قلت لما بدانا نملك زمام امرنا بدانا نحط الخطوط الحقيقيه لحضارتنا ونعدل التاريخ يكتب من جديد. بدانا نكتب تاريخ مصر من جديد بايدي مصريه. والله حضرتك على حاجه انا شعرت ان التاريخ يكتب لما الموكب بتاع المومياوات والحضاره من كم شهر لسه طبعاً. في المتحف الحضارة أكيد. يعني ذهب إليه الملوك طبعاً. شعرت أن التاريخ عاد يكتب مرة أخرى وأشعر أن التاريخ هيكتب بشكل بقى قوي جدا ونهائي مع افتتاح المتحف المصري الكبير إن شاء الله بإذن الله. حضرتك دلوقتي لما شفت المومياوات ده كأن الفراعنة العظام، وأنا بصير على كلمة فراعنة لأن فرعون معناه البيت الكبير وليس الفرعون الطاغية، وفي كل بيت على فكرة بيبقى فيه الصالح والطالح، انه كان في واحد طرح ده مش موضوع. المهم ان هو هؤلاء بيتفاخروا امام العالم باننا بعد 5000 او 6000 سنه اجسادنا محنطه بالعلم، احنا قدرنا نحافظ على انفسنا. كانهم بيقول لهم ماذا فعلتم انتم الان؟ يعني هو شاهد على العلم والتقدم العلمي، صح ولا غلط؟ هل احنا دلوقتي وصلنا لدرجه التحنيط بتاعتهم؟ ده احنا لو اتحنط 50 سنه يبقى كويس قوي، يعني لو تحافظ على الجسم محنط 50 سنه يبقى كويس. طبعا نتيجه في حاجات طبعا ثانيه كتير، التلوث في الجو والحاجات دي كلها. هما بيقول لك احنا اكتشفنا شيء انتوا الى الان بتحاولوا توجدوه. البحث في الحضاره المصريه وفي التاريخ المصري مش هيقف عند حد معين، لانه التاريخ المصري ممتد واسراره لا تنتهي. شرفتينا يا دكتوره. ميرسي جدا. شكرا جزيلا لك ايناس الشافعي الباحثه الدكتوراه في الاثار المصريه. أهلا بيكي واستمتعنا الحقيقة بهذه المعلومات. ميرسي جدا لحضرتك. مشاهدينا الكرام لدينا المزيد لكن بعد قليل.